المواطن حماده صابر. من عيلتي يعتبر. كمل. من العيله يعني، مع احد افراد العيله. احد افراد العيله. وحضرتك المحامي بتاعه حاليا. ايه اللي حصل استاذ عبد الحميد؟ اللي حصل ان هو انا على حسب ما سمعت منه هو شخصيا، هو بينزل في كل مظاهرة بتتحرك في البلد، اي مسيرة من المسارات من ابتداء من 25 يناير حتى امس كان بينزل في المظاهرة دي. هو نزل بيقول اثناء الاحداث ما بدأت الاشتباكات، هو فوجئ بان المتظاهرين بيخلعوه الجاكيت بيشدوه، خلعوا السويتر اللي كان لابسه، وبعدها وقع في الارض. جوا افراد الشرطه قعدوا يشدوا فيه، هو خاف من افراد الشرطه، ما كانش عايز يركب المدرعه، كانوا يشدوا فيه ويتجاذبوا فيه حتى خلعوه البنطلون بتاعه. وهو بيشتغل عامل بالاجر، عامل يومي، مبيض محاره، و بيطلع طبعا حاله الركود الموجوده في البلد. هو من كأي مواطن مصري بيعترض على سوء الاحوال الموجوده في البلد، وبالتالي هو بينزل في اي مظاهره علشان يعترض على الاحوال السائده في البلد، وبالتالي نزل المظاهرات وحصل. زوجته كانت معاه عند الاتحادية ورافقته، يعني ظلت معاه لحد ما وصل المستشفى، وما زالت معاه داخل الغرفة حاليا. على حسب ما أنا سمعت هو زوجته ما كانتش معاه في المظاهرة، يعني على حسب ما سمعت منه، لكن زوجته موجودة معاه في المستشفى وهو بيعالج في المستشفى. على حسب برضو ما شفت ورأيت بعيني، هم مهتمين بيه اهتمام كبير جدا، وبيلقى العلاج اللازم في المستشفى. شاهدت المشهد زي كل الناس، المشهد شافته كل الناس على الفضائيات. انا ما كنتش اعرف، لما عرفت الاسم من احد افراد الاسره توجهت للمستشفى فورا وتابعت الاحداث، وما زلنا نتابعها حتى احساسكم ايه لما شفت، لما عرفت ان ده قريبك ابن عمك وحصل ده معايا؟ والله انا كمواطن مصري ابن عمي او غيره ما تفرقش معايا في الاحداث اللي بتعيشها البلد الايام دي. احنا كلنا مواطنين بنخاف على بلدنا وعايزين بلدنا تبقى أحسن بلد في الدنيا. إحساسي ما يفترقش لو كان هو قريبي أو مش قريب. بالنسبة لزيارتكم متاحة لي يعني؟ زيارتنا متاحة، ولكن أنا اعترضت فقط على عدم حضور التحية معاه في النيابة، لما أحد أعضاء النيابة حضر وحضر التحية، وإحنا طلبنا أن احنا نحضر معنا نباشر التحية معاه، مش كأنه متهم ولا كأنه احنا عايزين باعتبارنا معنيين بأنه ده قريبنا أو ده مواطن مصري، كنا عاوزين نشوف الأحداث ونتابع التحقيقات من بدايتها. حضرتك عرفت إمتى الخبر ده وجيت؟ عرفت النهاردة من قرايبنا اتصلوا بينا وبلغونا. جيت على طول؟ جيت على طول، من غير ما بلغوني جيت على طول على المستشفى. دخلت لقيت حالته عاملة ايه؟ الحمد لله طمنت عليه، لقيت حالته كويسة، الحالة مستقرة. بتكلم كويس، الوعي، درجة الوعي الوعي كويسة جيدة. بالنسبة لزوجته واخواته والكلام ده كلمني عنهم. زوجته كان موجودة معه حاليا، اولاده في الشقة في البيت عنده في المطرية. زوجته يعني اخواته منهارة شوية عشان برضو يعتبر العائل الوحيد ليهم يعني. عرفت ان رجال الشرطة مانعين، يعني يمكن الاعلام يتكلم عن الموضوع لحد ما يعني ياخدوا؟ لا والله، هو معاملة الشرطية فوق معاملة كويسة جدا، هو يعني قاعد اهتموا بيه وجابوا له دكاترة الحمد لله معتنية بيه جدا، واصبحت حالته مستقرة. سمعت منه هو شخصيا اللي حصل؟ سمعت منه شخصيا. قال ايه اللي هو اللي حصل؟ قال ان انا كنت واقف هناك عند الاتحادية واتفاجئت طلقة جات في رجلي من المتظاهرين، واتلموا عليا بيضربوني، فكروني عشان انا كنت لابس. هو الطلقة جاته منين؟ من قبل المتظاهرين. من قبل المتظاهرين. عشان لابس سترة تشبه السترة تشبه لبس العساكر في الشرطة،
فيفكروا منهم فنزلوا في ضرب. ده بصراحة يعني أنا قلت له قول الصراحة اللي حصلت معي. فجوم الشرطة بتخلصوا منهم، دول يشدوا دول يشدوا فيه حد ما هدومه اتخلعت لقى نفسه. طبعا موقف مش كويس. فده اللي حصل معايا، ده اللي حصل بالظبط. قلت له قول لي الحقيقة عشان عشان الموقف القانوني حتى نعرف نجيب لك حق. نعم. الحقوق اللي هتطالب بيها ايه؟ بس زي ما انا قلت لك بعد الاطلاع على تحقيقات النيابة نشوف الخطأ فين، واللي اخطأ يتحمل المسؤولية سواء المسؤولية الجنائية او المسؤولية المدنية.